بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد بقول الحمد لله طبعا النهارده على الفوز النهارده. بقول الحمد لله على الفوز النهارده في نفس الوقت زي ما احنا عارفين يمكن الحمد لله حسم بطولة الدوري العام، لكن اكدت قبل كده قبل ما يحصل التوقف للفتره اللي فاتت ان المرحله اللي جايه دي مهمه طبعا جدا، حتى في المباريات الافتراضيه في الدوري العام، لان ما زال طبعا قدامنا ان شاء الله كاس مصر ودخولنا على المشوار الافريقي، فمباراه مهمه جدا. وفي نفس الوقت تفكيرنا في الفوز وتفكيرنا في الاداء وتفكيرنا بجانب حسم بطوله الدوري العام، عندنا فرصه ان شاء الله برضو الارقام تبقى خاصه بالفريق الحالي والجهاز الحالي، ده نحاول بنحاول ان شاء الله نحققه ان شاء الله. فالمباراه كلها مهمه والفوز مهم، فبشكر اللعيبه النهارده على تركيزها. في نفس الوقت يمكن فترة كانت صعبة برضو لما بيحصل توقف، وبتلاقي ان الفرقة بيبقى عندها ارتباطات متعددة ومختلفة، سواء منتخب اول او منتخب اولمبي او حتى المحترفين في اكثر من مكان، فبتبقى صعبة جدا فترة البداية تاني، بتبقى مهمة جدا، وبتبقى بالنسبة لي مهمة جدا ان التركيز يبقى موجود ويبقى احساسي بالتركيز من قبل اللعيبة انا متاكد منه، لان ده مهم جدا. والحمد لله اللعيبه عندها وعي، شوف النهارده برضه تركيزها زي ما اقول الاسباب اللي انا قلتها، وفي نفس الوقت طبعا بنستغل المباريات ديت لاسباب متعدده لاشياء كثيره. انا جاهز للاسئله. الله يبارك فيك، الله يخليك. لا، لعيبه النهارده كلها يعني بتأدي بشكل مرضي. المباراه على فترات، وانا بقول طبعا مقبول جدا العرض النهارده، واحد الاسباب طبعا يعني صبري مش من العناصر اللي هي بتغيب كتير على الفريق، يعني صبري بيبقى موجود من فتره لفتره، لكن في زي ما قلنا النهارده في علي لطفي، في اقرب، وزي ما انا بقول في بدايه كلامي ان المباريات المتبقيه مهمه جدا، احد يعني الاهداف ان انت عناصر جديده بتخش، مش جديده هي موجوده لكن ما خدتش مباريات، لكن تفكيرنا برضو في المستقبل والتحضير للمستقبل في اشياء كثيره جدا. علي حارس مميز، لكن لما بياخد برضو بيبقى عندك اكثر من حارس جاهز، وفي نفس الوقت اقرب برضو انا اكدت في اكثر من مره ان انا بقول ان هو لاعب واعد، فوجوده في الملعب طبعا هو بقى اللي كان ناقص. فان شاء الله باذن الله المرحله اللي انا بقول عليها المتبقيه دي احد الاسباب الهامه جدا، يعني احنا نكتسب بعض العناصر طبعا زي اقرب. حسام، النهارده 16 مباراه انتصارات رقم قياسي، انت حاسب المحلي بس مش كده؟ صح، لان انا رقم 17 في مع كريم حسن شحاته، الان على المستوى المحلي طبعا صح مظبوط، لكن انا حسبت فيها الحاجات الافريقيه وكده. يعني هو فريق المباراه وكسر رقم قياسي اللي حققه برضه الاهلي وزهراوي 10 مواسم. يا رب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اكيد انا بقول يعني في بدايه تجمعنا بعد ما جمعت كل العناصر، بقول لعيبه منتخب مصر والاولمبي والمحترفين الجم، احد الاسباب اللي توضحت لهم طبعا الارقام دي، لان مهم جدا يعني عندنا فرصه، ودائما بنقول انت بتقول اللي حققها الاهلي قبل كده، فنتمنى ان شاء الله ان بعد فتره ان شاء الله يعني واحنا مش موجودين الناس تتكلم وتقول كان في فتره الاهلي حقق فيها ارقام، فان شاء الله يعني بيبقى طبعا تاريخ وبيبقى شرف للمجموعه اللي موجوده، مجموعه اللعيبه والجهاز، فاكيد احنا مركزين ونتمنى من ربنا التوفيق يعني فيها ان شاء الله باذن الله. ياسر هاني، شكرا.